عبد السلام كريمو مهندس معماري متخرج من فرنسا في عام 1976. دابا هادي تقريبا 50 سنة وأنا مهندس معماري. خدمت الأكثرية المشاريع هنا اللي على الشاطئ تامودا بي من المينا حتى للمضيق تقريبا. هذا المشروع أوسكار جبل خمسة اللي فيه 303 ديور الشقات و 25 بلوك 29 البلوكيس. كل بلوكي عنده تحتي جوج طبقات وكاين لاكسين السطح. طبعا كاين لاكسين السطح عند كل بلوك والحمد لله الامور ماشيه بخير وعلى خير. حنا ماشيين دابا بهذا الورش وغنكملوا في الوقت اللي وعدناه حتى السلطه تابع عندنا في الرخصه واحد الوقت محدد باش نكملوا المشروع وان شاء الله حنا ماشيين في الاتجاه هذا. متواجدين في البروجي ديال اوسكار الجبل بالمضيق. كما سمعنا مؤخرا كاين بعض الاشخاص كيقولوا بان هنا يعني ما كاينش كاين طوابق زايده وهذا، ولكن هادشي ما كاينش. كما كتشوفوا هنايا قدامكم عندنا من الجهه الداخليه ديال الشونتي لان حكم علينا التيران عندنا تماك باركي وفوق منه الطابق الارضي الطابق الاول الطابق الثاني. فاش كنرجعوا بنفس العماره في الواجهه الخارجيه كاين تما كنجبروا الطابق الارضي والطابق الاول الطابق الثاني. طبعا اللي ما فاهمش خصو يجي للبروجي باش يبان له هادشي هذا لان الديكالاج ديال النيفوات هو اللي كيحتم علينا باش نخدموا بهذه الطريقه هذه. وطبعا خلال الاشتغال ديالنا في المشروع كيجوا عندنا اللجان بصفه منتظمه كيراقبوا معنا المسائل ديال البناء وديك الشيء، والحمد لله الامور ديالنا قانونيه بكل شيء ديالها ما عندنا حتى شي مشكل. السلام عليكم. حنا في المشروع ديالنا اوسكار الجبل. الحمد لله يعني كتشتغل واحد اليد العامله مهمه ما زيد على 600 يد عامله مباشره، ومن غير يعني الناس اللي ما كيبانوش في الخفاء يعني لي فورنيسور واللي ما كي يعني لي فورنيسور اللي خدامين غير مباشرين. وهذا المشروع هذا اوسكار الجبل المضيق فهو اضافه نوعيه لهذه المنطقه هذه كما قلت فيما يخص الديكورات الحديثه ولا المناظر البانوراميه اللي كيتمتع بها المنطقه هذه، وكتشكل بحال واحد الاشعاع في مدينه المضيق اللي كيخلي كاع الزبناء اللي كيجيو من هنايا يعني كيعجبهم الحال وكيشرو لي زابارتمون من هنايا. الحمد لله حنا وصلنا للنهايه ديال هذا البروجي على نوصلوا هو تقريبا حاليا 80% ديال البروجي، وان شاء الله في بدايه 2025 يكون 6000.